يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا معانا في الفقره دي شاب مصري جميل يدخل القلب بكسر من الثانيه ببراءته وبطيبته وبمجرد ابتسامه بسيطه جدا من ابتساماته الجميله اللي بتنور المكان كله الحقيقه. طبعا كل ده الى جانب ان هو يعد نموذج للتحدي. هو شهاب الدين عادل خميس، وهو طالب في جامعه القاهره كليه اداب قسم تاريخ، وايضا عضو في الالف قائد افريقي وبطل من ابطال السباحه والتجديف، وله العديد والعديد من الانشطه الفعاله، وده كمان اللي هنتعرف على تفاصيله من خلال هذا اللقاء اللي هو منورنا فيه. ووالدته طبعا منوره الدنيا الحاجه سعاد. مساء الفل على حضرتك. اهلا بيكي سعداء بوجود حضرتك معانا. وشهاب بقى انت منور الدنيا. انت منور الدنيا بالمعنى الحرفي. اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. كله تمام الحمد لله. ايه الشغل الجامد اللي انت عامله في السباحه والتجديف؟ ده شغل عالي جدا. تمام. ابتديت السباحه ازاي؟ انا ابتديت سباحه وعندي 6 سنين. وانت اللي اخترت ولا ماما اللي اختارت لك؟ لا انا. برافو عليك، حلو. واخترت السباحه ليه؟ اشمعنى؟ عشان بحب السباحه جدا. وانا صغير بحب السباحه قوي، يعني كنت بتعلم السباحه وانا صغير. الكابتن بيقول لي لازم تعمل كرول عشان تاخد ارقام كويس. حلو. وبحب اشكر الكابتن بتاعي. واحنا كمان بنحب نشكره الحقيقه. الحمد لله. يعني انا اخدت بطولات كتير جدا ما شاء الله، وطلعت مركز الاول. الله الله. مرتين في تجديف وفي السباحه. وبحب اشكر الدكتور عامر الموري اللي ماسك الاتحاد التجديف. وبحب اشكر طنط امل وده الجميله. الحمد لله. يعني انت عامل شغل جميل. طب السباحه اديك قلت لنا ان انت ابتديت تلعبها او تمارس الرياضه دي من سن 6 سنين. التجديف بقى لك قد ايه بتلعبه؟ كنت سنتين. سنتين. وما شاء الله برضو عامل فيه نجاحات وبطولات وجو جامد. ان شاء الله يدخل بطوله العالم الجايه. ان شاء الله اخد بطوله العالم الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بحب اشكر بحب اشكر رياضي جامعه القاهره، وبحب اشكر امي طبعا. وبرده كل يعني حضرتك على فكره يعني ما تقليش بطوله الحقيقه. لا والله، هو اللي عايز يعني، هو لو ما عندوش هو الهدف دوت هو اللي عايز يعني. هو بيحب ان هو عايز يبقى حاجه يعني. هل لاحظتي عليه الرغبه دي من وهو صغير؟ خدتي بالك انه ممكن يبقى بطل رياضي مستقبلا يكون واعد؟ بص هقول لحضرتك، هو احنا كنا بنلعب رياضه علشان نمتص الطاقه بتاعته، لان هم الدون في سن معين بيبقى اكتف شويه، طاقه مفرطه شويه. فكان بيبقى بنمتص الطاقه بالرياضه. فما كناش واخدين بالنا ان هو ما كانش فيه لسه البطولات والاتحاد طبعا. وكان سبيشال اولمبيك، وكان في الف وب وجيم، ما كانش بيبقى فيه. اصبح دلوقتي بعد الاتحاد الذهني ما تأسس يعني، بقت لا بقينا هم بقى فيهم يعني. الاول ما كانش يفهم يعني ايه ارقام. يعني يجيب رقم كام. يعني دلوقتي هو بيبص يشوف الرقم بتاعه يعني. هو كمان اداله بسم الله الرحمن الرحيم، اداله حافز. اكيد. اكيد بقى عنده وعي. اكيد. يعني هي بس احنا كنا بنعرف ازاي ان هو عايز يبقى كده. هو بقى من زمايله بقى يشوف بقى يدخل البطولات. انا جبت مركز اول، انا جبت مركز، يعني هي الحاجات دي اللي هو بتحفزه. بطل طول عمره بطل. هي اللي بتحفزه. اما في الدراسه قول يا شاب. انا فعلا انا نفسي اشتغل مذيع فعلا. ما دي بقى النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها. وبعدين بعد ما وقفت قدام سياده رئيس الجمهوريه ايه بقى، احكي لنا اليوم ده كان عامل ازاي وكنت حاسس بايه؟ احكي لك طبعا. يلا. انا كنت بتكلم قدام رئيس الجمهوريه. حلو. واحبده جدا عشان زي ابنه. جميل. انا كنت بتكلم علشان عشان بحاول اتكلم كويس اكتر واكتر. انا فعلا اتكلمت، بس انا مش هتكلم تاني، كفايه كده غير لما يعمل حاجه كويس. عشان عاوز اعمل
حاجه جديده. اوكي. انا عاوز اشتغل مذيع. حلو. وعاوز امثل. الله 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 الله. عاوز اعمل كل حاجه. والله برافو عليك. طب لو هتشتغل مذيع عايز تقدم برنامج عامل يعني ايه نوع البرنامج اللي تحب تقدمه؟ يعني برنامج رياضي مثلا؟ برنامج رياضي. وانت راجل بطل رياضي لازم تقدم برنامج رياضي برضه يا شهاب. ايوه لازم. انا طلعت مركز الاول قبل كده. برافو عليك. في كرة القدم. هاي ما شاء الله ما شاء الله الى جانب السباحه والتجديف كمان ما شاء الله. كنت بلعب كوره طلعت في مركز الاول في البلع عدد الشباب. انت ايه حكايتك يا شهاب؟ انت كل ما تلعب رياضه تاخد فيها المركز الاول. طب وبعدين بقى واخرتها ايه معاك؟ ما شاء الله عليك برافو عليك. انا عاوز اشتغل مذيع وعاوز ادخل منتخب تجديف السباحه. هايل. وعاوز اعمل حاجات كتير جدا. جميل ربنا يقدرك وتحقق كل اللي انت بتحلم بيه. ان شاء الله. في طريق شهاب لتحقيق احلامه، الرحله دي بطبيعه الحال بتكون فيها كتير من المعوقات والصعوبات. بص حضرتك انا كنت ام زي الامهات يعني. طبعا انا خلفت. انت مش ام زي الامهات، انت ام بطله. لا 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 انا خلفت، انا كان انا عندي اربعه. ربنا يخليك. يعني ولادي وكان شاب الثالث فيهم. وكان باباهم برضو في عنده شغله فكان بيسافر هنا وهنا ما كانش يعني متواجد كتير موجود معانا يعني. وبعدين فشهاب جيت اقدم له في المدرسه مره انا ما اتكلمتش اصلا اترفضت من قبل. سمعنا القصه الحزينه دي الحقيقه. في مدرسه بقى رحت الاداره التعليميه، في مدرسه قبلته وكانت تحت الاداره التعليميه حقيقي يعني. بس وصلنا للاعداديه وبعدين كان ساعتها شهاب في مؤتمر الشباب وانا ما كنتش موجوده في القاهره يعني. هو كان قاعد 13 يوم في مؤتمر الشباب في التجمع. وبعدين وراح لوحده ولا كان معاه مثلا والد حد من اخواته؟ لا لا كان لوحده. جميل. لا كان لوحده. جميل. هو بيتعامل لوحده. ما شاء الله ما شاء الله عليه. وبعدين عايز يقول لنا حاجه في النقطه دي في التليفون. انا مذيع وعاوز اسال سؤال حضرتك. اسال يلا وانا الضيف بتاعك اهو. ازاي حضرتك بتذيع قدام رئيس الجمهوريه؟ لا ده انت اللي تحكي لنا، انا ما نولتش الشرف ده، انت اللي نولته. انا القدر ما اسعدنيش بالوقوف يعني بالوقوف قدام فخامه رئيس الجمهوريه، انت بقى اللي خدت الشرف ده كله، ده انت اللي تحكي لنا. هو طلع كل اللي في قلبه قدام بقيت الصغير. جميل. عايز اسكته مش عارفه اسكته. وازاي؟ وازاي اصحاب الهمم؟ ازاي ازاي ايه؟ اصحاب الهمم. اصحاب الهمم. اصحاب الهمم طب. ازاي ازاي بعمل كل ازاي بقدمه قدام الرئيس ازاي بالمحاضرات وبالادب قدام الشباب صحاب اللمم اللي الابطال في السباحه طبعا في التجديف. انت عارف بقى شهاب وانت واقف قدام السيد رئيس الجمهوريه انت وكل الزملاء والزميلات من اصحاب الهمم وبتتكرموا على البطولات المختلفه اللي انتم محققينها، احنا اللي قاعدين بقى بنتفرج عليكم من ورا التلفزيونات مش قادر اقول لك احنا كنا فرحانين بيكم قد ايه. تمام. لان انتوا بجد نموذج يعني يفرح القلب زي ما بيقول. عايز ارجع للنقطه دي برضه حاجه سؤال. فكره ان الصعوبات وبالمناسبه وبالمره طالما بنتكلم على الصعوبات فاحنا عايزين نوصل لاليه لتذليلها، عايزين نتخلص من اي عقبه ممكن تقف. احنا فين وبقينا فين؟ يعني ملاحظه ان في تطور. طبعا طبعا. نقصك ايه تاني؟ أنا مش ناقصنا حاجة بالعكس. أصل حضرتك بتمثلي فئة من الأمهات على فكرة. إحنا بص إحنا كنا زمان بنعاني، بنعاني في النوادي، بنعاني في الشارع، بنعاني في المولات، بنعاني إن يعني حتى من نظرة الأطفال ليهم، هم الفكرة إن هم اللي بيثبتوا وجودهم، مش إحنا اللي بنثبت وجودهم. إحنا بنبقى يا دوب سبورت ليهم. بس عشان هم يثبتوا وجودهم لازم يبقى في طريق ممهد. ما هو أنت بقى عشان في آلية ما الآلية بقى إيه بقى؟ رضا الأهل. الآلية دي من الرضا بتاع الأهل. تقولي إيه للأهالي بالمناسبة لأي أب وأي أم؟ افرحوا بيهم. هو أنت تفرح بيه. أنت هو تفرح بيه، مش مشكلة إن هو بطيء تعلم، يعني اوقف معاه افرح بيه. أنت مجرد ما هتفرح بيه هتوصل له الشعور دوت. يعني أنت مش هتوصل له الشعور إن أنت زعلان أو متضايق عشانه، لا بالعكس. أوكي. هو زيه زي أي حد. طبعا. بالعكس. يعني أنا عندي ولادي، ما هو ولادي كبار برضه، يعني أنا عندي دكتورة وعندي مهندسة وعندي شهاب وعندي أحمد أهو دخل الهندسة برضه، لكن الله. هي الفكرة هم لا يقل قيمة عنهم. أكيد. يعني هو حاسس بنفسه أصلا.
لا ولازم يعني لازم يحس بنفسه الحقيقه، لان هو مش مجرد لا يقل عنهم، ده كمان بطل. لا وهم كمان سعداء بيه، هم فرحانين بيه، هم حاسين كمان ان هو بيعمل اللي هم مش قادرين يعملوه. يعني هم بيقولوا له مش ما بيقولوش، وبيخرج معاهم وبيتفسح معاهم مع اصحابهم وكل حاجه. يعني جميل. مش حاسس باي اعاقه. زمان اللي كنا بنحس بالاعاقه دي. أوكي. لكن دلوقتي لا طبعا. طب جميل شهاب، غير الرياضه وغير السباحه والكوره والتجديف، هل في هوايات تانية انت بتحب حاجه معينه؟ هو حاليا دلوقتي بيمثل مسلسل. ايوه الله 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 الله. لا ده كده ما عندكش وقت يا شهاب، انت بقى ما عندكش وقت. لا ده مسلسل اذاعي. ايوه اوكي. عايز اقول حاجه. قول لي. انا بحب اشكر فنان البطل في المسلسل او في الفيلم. الفنان الاول البطل اللي البطل في المسلسلات وفي الافلام. مين يعني؟ مين الفنان؟ الفنان اللي هو المذيع اسمه خيري رمضان. طبعا استاذ خيري رمضان. هو ليه بيقول كده بقى؟ لان هو اول ما شاف حضرتك افتكرك خيري رمضان. الله. وانا وسيم كده زي الاستاذ خيري؟ ده شرف ليا. بيقول لي ده الاستاذ خيري رمضان. تقول لا ده الاستاذ كريم كوجك. فبيقول لي لا ده هو شبه خيري رمضان. ده انا اتشرف بكده، اتشرف بكده. احنا يعني الحقيقه يعني انت يا شهاب بجد شاب مصري جميل وعامل شغل جميل ومحقق نجاحات. انت بطل بالمعنى الحرفي. سيبك بقى من المسلسلات والاذاعه والتلفزيون، انت بطل بالمعنى الحرفي. انا عايز اقول لك على حاجه بقى، ان شهاب ضايف سعاده في البيت مش ممكن تتخيلها. انا عايز اقول يعني حاجة. البيت من غير شهاب مش بيت. اكيد اكيد. انا بروح مدرستي كل يوم لوحدي. كان بيروح مدرسته لوحده فعلا ويرجع لوحده هو وزمايله. برافو عليك. بروح بدفع مصاريف في السنتر. كان بيروح الدرس في السنتر. هايل. وبديله مصاريف السنتر يدفعها. هايل. ما شاء الله ما شاء الله عليه. وعشان ياخد حصه كل يوم مع مستر فايز. مع صاحبتي اللي عندها اخت بطل عالميه في السباحه زي هو برضو هو كان بيتعامل. يعني انا ما كنتش بسيبه ان هو مثلا لا روح، كنت بديله مثلا دافع. طبعا روح الحصه. لا حضرتك يعني. حضرتك يعني مش محتاجه تتكلمي عن اللي انت عملتيه، لان انت في الاخر مقدمه لنا نموذج مشرف للمصر. يمكن انا عملت لشهاب اقل من ما عملت لاخواته. يعني هو الفكره مش ربنا يبارك لك في شهاب واخواته. احنا بنشكرك على وجودك، نورتينا شهاب. انا انبسطت جدا 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 ان انت كنت موجود معانا. ويا عالم ان شاء الله مش يمكن بكره نقدم مع بعض برنامج باذن الله في يوم من الايام، وانت مذيع كبير كده. بشكرك وبحييك وبهنيك على النجاحات اللي انت عاملها. بشكر حضرتك مره ثانيه يا فندم، نورتونا وشرفتونا. ربنا يخليك. انتهت فقرتنا دي، وان شاء الله خلال دقائق زميلتي العزيزه نهوان هتكون مع حضراتكم في فقره جديده و10 الصبح بالاهلي. اتفضل.